هل قهرتك المرأة؟ لا. هل أنت قاهر؟ قهر النساء؟ ممكن قهرت النساء بحياتي، نعم. ظلمتهم؟ ممكن أكون ظلمت، نعم. الآن فرصة تقدم اعتذار لحن. لا، أنا من زمان قدمت اعتذار. لمن؟ لا، بصورة عامة، لأن المرأة مهما تكون هي، هي أرقى من عندنا بمشاعرها وعواطفها، أرقى من عندنا بكل شيء. يعني أنا مثلا نقف على المسرح وأقول كم صار رقيقا قلبي حين تأدب بين يديك، أقولها بكل فخر. يعني أدبتك النساء؟ طبعا، المرأة تأدبك. من أدبك غير من بدأت بحياتك غير والدتك، غير الأم، وغير حبيبتك؟ من أدبك؟ حبيبتك مجهولة، الأم معروفة. من كنا بالأمس حبيباتي. كل إنسانة تعطيك، هي تعطيك شيء كبير تفتخر في داخلك.